خلص لا عاد تبكي حبيبتي، ما حدا بيصدق هيك شي عنك. هالحكي عبارة عن افتراء وزير. يا عيني يا عيني، اجت سندريلا اخيرا. لك عم بستناكم لتجوا، طول الوقت عم بشرب قهوه مشان ما نام. يي شو هالحاله هي؟ شو صاير معكم؟ امي مشان الله لا تسالي، الوضع سيء. بتعرفي شو؟ بعد ما تحكي لك ابك شو صار معنا، بيكون ما عاد في داعي للقهوه، لانه صدقيني ما عاد فيك تنامي للصبح، وانا بنصحك تاخدي حبه مهدئ. خير شو صار بنتي؟ امي لا تزيديها علي ولا تساليني شي. طبعا بدي اسالك لاعرف شو صاير وليش انت بهالحاله. ابك طلعي فيني، وقفي شوي، لك ما عم تسمعي؟ اخي قدير انا رايح على البيت. فوت لعنا وخلينا نحكي باللي صار. آسيا وانتي روحي جيبي امل. تمام بروح بجيبها بعدين، انا بدي اعرف شو صار. ايه تمام. عود أوجان. أنا منيح هيك. عود أوجان. قلت لك إني رح أدفع المصاري، مو هيك عمر؟ ليش ما وثقت فيني؟ أنت شلون كنت رح تسددهم؟ هدول 15,000 يا أخي. هاي مشكلتي أنا، كنت بحلة. ليش سمحتولهم يزلوكن ويعذبوكن؟ ليش ما خبرتوني بهالشي؟ دورك والبقية شو ساولكن؟ عمر يلا حكيلي. لكننا نحاولوا يحطوا له راسه بتواليت وخلونا نصير طاولات وحطوا رجليهن على ظهورنا وهيك شغلات آسيا. بس بعد كل إهانة وعذاب كان يخصم مبلغ من المصاري. يعني اشترى إهانتكم بالمصاري وانتوا قبلتوا بهالشي. شو بدنا نساوي؟ بابا ما معه يعطيني، ووضعك انت معروف وما في عنا شي لنبيعه. شلون بتصير كل هالشغلات بالمدرسة وانت ما بتخبرني عمر؟ شو رح يتغير لو خبرتك؟ كنتي رح تروحي وتضربيه؟ من مين اخدتوا المصاري؟ من رجال اسمه محمد، عنده ورشة تصليح قريب من الجامع، انا بستأجر السيارة منه. كيف كنتوا رح تسدوا الدين؟ رح يخلينا نشتغل عنده، قال عنده كتير شغل. وشو الشغل يلي رح تشتغلوه؟ يلا احكي. اهدأ اخي، هو مانو رجال نظيف، رح نشتغله شي شغلة وسخة. برافو عليكم برافو عليكم، انتو تورطتوا بمصيبة كبيرة. انا كنت مستعد ساوي اي شي من شان يحلوا عني. ما في مشكلة تمام؟ في ما فيك تساوي شي من دون ما تسألني. ليش ليش؟ راتبك ما بيكفي ويا دوب عم نقدر ناكل، ونحن ما كان قدامنا غير هالحل منشان نسدد المصاري. عمر خلص اهدى شوي. كيف بدي اهدى آسيا؟ شوفي الحالة اللي نحن فيها، نحن عايشين بإنجاج، ولا بس لأنه عمي حط لمساته هون سددته إنه صار قصر يعني؟ وليش هيك عم تقول عمر؟ الرجال ساعدكن كتير. يا حبيبي أنا ما عم أحكي عن عمي، عم أحكي عن الوضع اللي نحن فيه. ما في مصاري بجيوبنا حتى نشتري بسكوتي، عم تفهموا؟ رح ساوي كل اللي طلبوا مني المعلم محمد. عندكم فكرة انه بوطي مشقوق وعم يفوت مي؟ حاولت لزقه وصلحه بس بيضلوا ينبلوا رجلي. انا عم اطلب شي كتير يا ترى، انا بدي لما اكون جوعان اقدر اشتري كعكة لآكلها، بس اشتري كعكة لآكلها. نشتري ومنشتري لك بوت كمان.
تقلق أخي، رح أمن كل شي بتحتاجوه، بس أنت طول بالك علي شوي. خلص اهدى، روح على مدرستك واهتم بدروسك، أنا ما بدي أي شي تاني منك. رح أحكي مع هداك الرجال. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.